الشهر الكريم، الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر التضامن، وجب علينا التطرق لمخاوف الجزائريين الناجمة عن تكرار نفس السيناريو الذي ورثناه سابقا والذي يتكرر كل سنة في تذبذب بعض الخدمات، في تسجيل ارتفاع في بعض الأسعار المواد الغذائية نتيجة المضاربة والاحتكار وليس نتيجة الندرة، في خلق الندرة في بعض وبادي واسعة الاستهلاك أو اصطناع الندرة في بعض المواد واسعة الاستهلاك مثل زيت المائدة